رفرفة أعلامنا الحرة تطير وابتدت أقدامنا تحث المسير الهدف واحد ويجمعنا المصير واشرقت شمسك خليجي وينعت وازهرت وينعت خضر الأماني وازهرت سجل التاريخ بحروف سجل التاريخ بحروف الفخار عاش شعب الدار حقق انتصار الهدف واحد ويجمعنا المصير. هذه قطر بيت لكم غلاب، هذه قطر شمس بكم هلال، يا داخل التاريخ سجلت التاريخ سجلت التاريخ. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامج الليوان، ومثل ما قلنا إن هذا البرنامج تثقيفي تعريفي، أيضا في مسابقات، في معرفة، في طبعا استحضار الماضي والحاضر والانطلاق الى الامام من خلال الريل ومن خلال كاس العالم 2022. يعني احنا قاعدين نتعرف على ماذا سيحصل بعد 3 أو 4 سنوات من الان. هذا برنامج يشرح ويوضح المراحل اللي وصلت بها قطر الحبيبة حتى هذه اللحظة. حياكم الله.
مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامج اللي وان، أو نقدر نسميه ريل اللي وان. واليوم حطت محامل الخير في دولة الكويت الشقيقة بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أرض الكويت العزيزة الغالية، أم الدراويز، أم الأسوار. وكان في استقباله حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شكراً يا أم الأبراج، شكراً يا أم الدراويز، شكراً لكل كويتي وكل كويتية استقبلت اليوم أمير دولة قطر على أرض الكويت الغالية معشوقتي. مساكم الله بالخير. ألو ألو نورة، حياك الله يا نورة. الله يحييك نورة. من وين تكلميني؟ من الدفنة. أنت جارتني يعني حوالينا. إيه. تبين درجة أولى سياحية، فايف ستار، سفن ستار، عشرة ستار؟ اللي منك. توكلي على الله. هيا بنا. هيا ننطلق نحو مونديال 2022. والمسار من الخليج الغربي إلى استاد البيت في مدينة الخور. الخط الأحمر الدنجر. وقف وخايل، عدل ولا مايل؟ بمعنى أنا بقول لك الآن معلومة، إذا هي عدلة قولي لي عدلة، ما بعدلة قولي لي مايلة. يعتبر فتحي كميل لاعباً متميزاً مايل في منتخب الإمارات سابقاً. فتحي كميل مايل مايل لاعب كويتي بالمنتخب الكويتي. نعم نعم صحيح، شاطرة، عافية عليك روحي. مركز الدوحة للمعارض، وصل القطار هناك. يا أخي ليش ما تطلعونه؟ غالب وتاعب ما بين يا أخي ما كاتبه أنا بس نسيته، ما عليه مو مشكلة. قولي لي أنا مغلوب ولا غالب؟ الصومال دولة عربية. غالب ساعدني. الصومال الصومال دا دا الصومال الصومال غالب 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 دولة عربية. اللي بعده القصار، خلينا نشوف القصار ايش فيه. محطة القصار، جوابي صحيح ولا به شطط؟ علمني ان كان بغلط. ما هي الوان خطوط مترو الدوحة في المرحلة الأولى؟ أحمر وأصفر وذهبي. أحمر وذهبي وأخضر. صح صحيح، ما شاء الله عليك، والله شاطر، والله العظيم شاطر. كتارة، حي الثقافي على سيف. شوف السؤال، شوف السؤال. توكل على الله. أنت تقدمتي محطتين، وصل مبلغك 10,000 ريال. الله يعطيك. يعني طلعتي من كتارة ومن القطيفية ووصلتي جامعة قطر. تكملين؟ أكمل؟ كملي إن شاء الله. خلينا نشوف السؤال. ليلة الدهابيل، خلينا نشوف ليلة الدهابيل ايش فيه. حولوا لنا. لا تنتعب علينا، تفضل. اشكرك اشكرك، تفضل. دام فضلك. الله يسلمك ويطول عمرك. المرحوم يرحمه. طول عمره. من صورته هذه؟ هاي صورة الوالد. الله يرحمه. صورة الوالد؟ الله يرحمه. طب تروح
اي ارفع فوق. هذا عبد الرزاق العاقور اللي يقولون عنه. اي هذا عبد الرزاق العاقور. احسنت احسنت. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشكور مشكور. هذا عبد الرزاق العاقور اللي سامع فيه افتكر. عبد الرزاق العاقور كان غيس مشهور غيس نكشر عجيب. كان يغوصني بالراس يطب الراس. إيه؟ ها إيه؟ ينطرونه بفحيل ثاني يوم يطلع لهم مسكت الله يرحمه. بالتالي عاد يوم الغوص هونوا عنه. إيه؟ قام يهرب قام يشتغل بالتهريب اذا يهرب ذهب عجيب. اي نعم اسمه ما الله قسم مسكين يقول لك يطب الراس ويظهر فحيل فحيل عاد شهدوا بالله ان غواص بن عقول. شنو السؤال؟ شنو السؤال اسالك اياه؟ شنو السؤال؟ عطني سؤال سهل. شو اسم ابو حسين وابو سعد؟ ابو حسين وابو سعد؟ ايه. اللي يغوص من الراس لفحيحيل شو اسمه؟ عبد الحسين عبد الرضا؟ لا زين صوره 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 زين اللي في الصورة عبد الرزاق بن عقول. بن عقول عبد الرزاق بن عقول كان يهرب ذهب يقول مولي بس يقول يهرب ذهب حق غيره. يقول شفتوا حمار الجت الله يكرمكم حمار الجت يشيله ولا ياكله. الحين عندك 12,000 تنسحبين ولا بتواصلين؟ 6 شهور علي. أشور عليك والله اليوم دواليب هوا ضربت الثري الحفار والله ما أدري إيش بيظهر لك الآن. الخيار لك الخيار لك يبا خلاص أكتفي أنسحب. جزاك الله خير لأنك اكتفيتي ولا خفت عليك من شيء مهول المياس من قطر. السلام عليكم. هلا المياسة. هلا يبا حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. المياسة من وين تكلمينا؟ من معيذك. من معيذر؟ ايوه. شمالية ولا الجنوبية بعد؟ استوت شمالية. لا والله شمالية. شمالية معيذر استوت دير تنعود. لا تحول. أي درجة تبين؟ السياحية. الخط الأصفر من سوق واقف القطار إلى استاد خليفة. تفضلي يا المياسة روحي تحرك الذهبي تكفون يا عرافة المعنى وخلافة. سمعي مياسة قلتي لي من أي منطقة أنت؟ من معيذر. من معيذر. أشيل الحمل وأنا صامل وخلاف صامل شو نقول احنا هالقطار والخليج؟ صامل ضعيف خلافه ضعيف. عطوها الاجابه عطوها الاجابه عطوها الصحيح يعني قربت. هتخلوا الاجابه شويه اشوف ناصل. احنا نقول ناصل مشارب. بسم الله. مشيرب بين المتنبي وشوقي جدال من غايل هذا البيت مربط السؤال. أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. المتنبي يقول أبو الأسود وشوقي يقول الطغراني. الأول ساعدني. ساعدوها بعد ساعدوها. الأول ساعدوها ساعدوها ثاني ساعدوها 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 الطغراني هو غائل هذا البيت المثل. بس عاد الحين عاد المساعدة بتوقف إن شاء الله تكفى. الحين فريج بن محمود. فريج بن محمود بسم الله. بسم الله. خلينا نشوف تغيير فريج بن محمود ومحطة بن محمود. أهلا بكم في محطة بن محمود. المحطة في هذا الفريج
تستلهم تصميمها من حكاية أعرق الفرجان بالدوحة، فبيوته وشوارعه تحمل إرثاً فريداً من التراث المحلي الجميل في الملبس والمأكل والاحتفال بالمناسبات العائلية. هنا بهجة الاحتفال وألوان الفرح، هنا تحول التراث إلى أسلوب في الحياة السعيدة. ألو، السلام عليكم. ألو، هلا هلا يبا. لا أكلم واحد غيرك، لحظة شوي. مشكورين على الشاي يا أحمد بن عبد العزيز اليوم، صراحة شاهيكم عجيب، غريب غريب شاهيكم. عبد العزيز طرش لي بدل هني، دير طرش لي. مشكور. عطني السؤال. ناكس ومنكوس، المثل عدل ولا معكوس؟ قال انفخ يا شريم، قال ما ببرطم. عدل ولا مايل؟ قال انفخ يا شريم، قال ما ببرطم. عدل عدل عدل، طبعا عدل، طبعا عدل. اللي بعده، السد، وصلنا السد، شارع الماركات، حسن والأديب، واحد يخطي والثاني يصيب. أقول له مؤلف كتاب الشهاب في الشبب والشباب، في الشيب والشباب، هو سحيم بن الحساس، وهو يقول بل الشريف الرضي. انت مع حسن ولا مع الاديب؟ الشريف. اعطوها الشريف. الشريف الرضي صحيح. الحين محطة الشيخ جوعان. منه تواصلين ولا تنسحبين؟ والله تكفى، خلينا نواصل. والله العظيم خايف عليك. اخر شيء ساعدني. واللي فرض الصيام اني خايف عليك. يعني سؤال صعب الجاي. ما ادري، ممكن يكون قدامك فخي طلعت، ممكن قدامك عفور، ممكن الريل يردك خطوتين ورا، والله ما ادري. ما في دانا يعني؟ انا اقول لك والله ما ادري، لكن احساسي يقول لو انا مكانك اخذت المبلغ وطلعت. احساسي خلاص. شكرك يا الله. الله يحييك. غيره، ناصر من قطر. ناصر. الو ناصر. الو، السلام عليكم. هلا يا ناصر. هلا والله. من وين تكلم يا ناصر؟ من السهلية. يا مرحبا، حي الله على السهلية. الله يرحبك. كيف الحال؟ طيبين. قاعد طيب. السهلية الشمالية ولا الجنوبية ولا؟ السهلية الشمالية. شمالية، عود السهلية أصبحت. ايه. ايه. محمد بن علي العطية الله يمسيكم بالخير يا أهل السهلية. يلا نشوف الريل يبا، وين بودينا؟ من وين الريل؟ من القصر الأبيض إلى استاد الريان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي. الله. بين عالم القرآن ودارس الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الدارس يقول نزلت في سورة آل عمران، والعالم يقول في سورة الفيل. سورة الفيل. سورة الفيل. الشيخ جاسم بن سعود الله يمسيك بالخير، كل عام وانت بخير. الشيخ حمد بن سعود كل عام وانت بخير. وصلنا مستشفى حمد، الله يشفيك المريض. نجيب السؤال يا ناصر. أنا متردد ومستبعد، وأنت الحكم إن كنت متأكد. تصدقي ما اخترت أنا أحبك، وما حد يحب اللي يبي، يا حبي يا المر العذب، سكنتي جروحي غصب. شاعرها الأمير خالد الفيصل.
غناها محمد عبده. تصدقي ما اخترت انا احبك وما حد يحبك. هاي بالوقت مستبعد صحيح. والكلمات طبعا للامير بدر بن عبد المحسن. وصلت المسيله، نشوف سؤال المسيله. بس أسألك وانت سالم ان كنت عالم. الربع قاعدين على اليسرة، اقبل عليهم واحد معروف اسمه سيف مرزوق الشملان، وانا قليل معرفه، وان كنت فاهم عرفه. الرابع قاعدين على اليسرة يعني يسرة السيف، واقبل عليهم واحد معروف. خلوا معي معروف اسمه سيف مرزوق الشملان. الله يرحمك يا محمد الشملان، الله يرحمك. نعم، هل هم ساعدتك يا ابو مشعل؟ زين، شو تقوله، شو توقعه؟ على السيف ولا ها البحر على القهوة؟ لا علاقة في البحر. صحيح، لا علاقة في البحر. أعطوني الإجابة. سيف مرزوق الشملان طبعا مؤرخ كويتي خليجي معروف. سيف مرزوق الشملان تقدر تقول عنه قطري كويتي. سيف مرزوق الشملان والد مرزوق الله يغفر له كان عضو في مجلس الشورى القطري. في أول تأسيس مجلس الشورى كان والد سيف مرزوق الشملان عضو في مجلس الشورى القطري، فتقدر تقول عنه يعني كويتي قطري. الشقاب تشوف ايش فيه؟ الريال القديم، الريال العتيج، الريال القديم، الريال العتيج. شوف الريال العتيج ايش فيه؟ أخطاك الفخ لكن عندك خطوتين الريل عزم ولزم كنت حطتين. أخطاك الفخ واصل ناصر. روح رد المسيلة مرة ثانية وقف وخايل. عادل ولا مايل؟ جامعة الغرويين توجد في مدينة فاس. عدل ولا مايل؟ عطوه. هذا رديت لك يا ناصر. يلا يا ناصر في المسيلة الحين. بسم الله. لاعب وتاعب، مغلوب وغالب، حصل طه حسين على جائزة نوبل في الأدب. أنا أقول إن حصل. هل أنا غالب ولا مغلوب ولا غلط كلامي؟ مغلوب. يا سلام الله عليك، طه حسين عنيد الأدب العربي. نجيب محفوظ تواصل ولا تنسحب؟ ناصر يا ابو مشعل. يلا روح. جوابي صحيح ولا به شطط؟ علمني ان كان بغلط. في اي عام تم افتتاح استاد خليفة الدولي؟ 1976 من القرن الماضي، وكان عليه اول. 76. نعم 76. يا سلام الله عليك، 76 وافتتحت في دورة الخليج. الشقاب يلا يباه نشوف ايش فيه، نشوف السؤال. دهابيل ليل، ناصر تعرف الدهابيل؟ ناصر الدهابيل يعني خرابيط اخر الليل. ايه حط ذاك بريق شاي وقعدت. خلينا نشوف. ألو. نعم
اي حسين تكلمي. اي اخوي حسين. اي ابو علي إيه؟ بن عقوق. لا اخوي المدير طلع. لا قال عنده اجتماع. لا هو طلع. لا قال عنده اجتماع مهم وطلع. لا والله طلع. قال هو طلع بس ما قال متى هو طلع. ان شاء الله حاضر. حياك. نايم. لا المدير طلع. راح يحل الطين. حياك الطين. المدير اخوي مريض اليوم ما داوم. شرميك حياك الله. الو نعم. اخوي المدير توفى. وراسك. هذه الدنيا الله يطول عمرك. ممنون. حياك الله. المدير دفنوا. اي اخوي دفنوا. وراسك حياك الله. الو الو والله المدير ودوه ابو هامور. اي والله مرحبا. لا هم ودوه ابو هامور والله. والله راح ابو هامور. ايه لا حي رجع. رجع ها لا مات. ها كم مره صاح التليفون عند عبد الحسين عبد الرضا؟ شو اسم المسلسل؟ يلا خمس مرات. لا والله الوزير ما الله يكرم درب الزلق ابو مشعل. تنسحب ولا تواصل؟ لا نواصل. توكلنا على الله. الهوى الشمال وعلى الهوى كروه خلف. هي بيواصل يقول انا خايف ترى. مساعدتك ابو مشعل. ناصر ناصر سم الله عدوك. جاتك الدانة طال عمرك. عندك 30,000. تواصل. نكتفي يا ابو مشعل. نكتفي اكيد. نعم. طاب خاطرك؟ طاب خاطري الحمد لله. الله يحفظك. الف مبروك تستاهل. فاصل اعلاني ونواصل. أنا الخليجي وأفتخر. أنا الخليجي وأفتخر. طبعاً هذه الأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي وفرقة تلفزيون الكويت، وهذه أتذكرها في مؤتمر القمة، يعني يمكن الرابع أو الخامس في دولة الكويت لمؤتمر القمة. حقيقة الكويت قامت بمبادرة جميلة جداً،
أطلقت إذاعة اسمها إذاعة صوت مجلس التعاون، إذاعة صوت مجلس التعاون، وكان لها صدى كبير جداً في تلك الحقبة في الثمانينات بين الشباب. بين الشباب كانوا لها مستمعين أثناء مؤتمر القمة في دولة الكويت. وعقب بعد هذه الفكرة بدأت هذه المحطة تنتقل كل سنة إلى دولة خليجية. كل ما صار مؤتمر للقمة انطلقت هذه الإذاعة، يعني من السعودية، من الإمارات، من عمان، من البحرين، واستمرت لسنوات طويلة. وكان الحقيقة الفنانين الكويتيين وفرق التلفزيون كانوا مبدعين في تلك الفترة. بالنسبة يعني من فرحتهم بمجلس التعاون الخليجي، لأن الفكرة اشتغل عليها الله يغفر له الشيخ جابر الأحمد، وكان هو في ولاية العهد. ونتذكر تلك الحقبة من ذاك الزمن الجميل. ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامة وخير. هلا هلا، حيا الله للسعودية. الله يحييك، كيف حالك؟ الله يطول. أكيد من الدمام. لا والله من الرياض. حيا الله للرياض. الله يحييك. حيا الله الرياض. حيا الله الرياض. والله أشوف الرياض يصدون الخط. الحمد لله. طبعا احنا برنامجنا تثقيفي، تعليمي، سياحي، ترويجي. قول عنا اللي تقول. سم؟ اقول لك سم. تفضل، توكل على الله، توكل على الله. حول المسار، حول المسار. واط التلفزيون، الله يرحم والديك. ابشر ابشر. طال عمرك انت بتطلع من الدوحة الجديدة إلي استاد الوكرة، يعني بتطلع تقريبا من وسط الدوحة، تقريبا من جنوب الدوحة إلى الوكرة جنوب. توكل على الله. طبعا الدوحة الجديدة كان فيه شارع كان اسمه شارع الإبداع. تكفون يا عرافة، المعنى وخلافه. عبد الله، تم الارض كلها ليان وخلاف ليان، شو نقول؟ خلاف ليان. ايه ما في خيارات ولا قاعده. لا، الارض لينه، الارض تحتي لينه، فيها مطر، فيها شيء. وخلاف اللين شو نقول؟ القاسيه واليابي. ايوه، يباس يباس. وخلاف ليان يباس. الحمد لله. الحمد لله. روح، طال عمرك الآن وصلت أم غولينة من الدوحة الجديدة. الحين هاي أم غولينة كان فيه شارع يسمى شارع الأدباء، وبين المتنبي وشوقي جدال، من غايل هذا البيت مربط السؤال؟ علموها إذا أردتم علاها، فبغير التعليم لن ترفعوها. المتنبي يقول، المتنبي يقول، ما بانا أقول، ابراهيم المنذر. وشوقي ابراهيم المنذر. وشوقي يقول حافظ ابراهيم. عاطوا ابراهيم المنذر. كمل الاخبار. امور طيبه. الله زين، صيامك زين؟ صب في جربه انت. انت وصلت المطار الان، ونشوف سؤال مطار حمد الدولي. ايش فيه؟ ناكس ومنكوس، المثل عدل ولا معكوس؟ اللي في العصفور أكبر من الفخ، عدل ولا معكوس؟ هذا مثل معكوس. نعم، اللي في الفخ أكبر من العصفور، صحيح. وين وصلني به؟ أي عقبة بن نافع. لا، وصلنا وصلنا، بدينا نوصل، بدينا نوصل. حسن والأديب، واحد يخطي والثاني يصيب. أقول له شاعر الهجاء الأول الذي هجى نفسه هو الحطيئة، يقول لي لا والله إلا جرير. هجى نفسه، هجى أمه، هجى أبوه، هجى كل العالم هجاهم. ها الحطيئة. ها
انت معاي ولا مع الاديب؟ الحطيه معاي معاك الحطيه ما خلى حد. ها ولد الرياض تواصل ولا تنسحب؟ وش رايك شورك؟ الراي رايك. نواصل تواصل واصل نواصل تواصل واصل بسم الله. خلينا نشوف شي. راس ابو فنطاس او بو الحمد لله تعديت المنطقة الاقتصادية القطاع طاربك وصلت الوكرة الحمد لله. الحين انت وصلت الوكرة شوف تبي تنسحب ولا تواصل؟ لأن شورك شورك وصل الأخير شورك تبي شورك شوري إذا تعرف في المباريات وفي الكورة روح إذا ما تعرف والله ما أعرف مرة بس إن شاء الله على الله بنوصل ترى إذا 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 ترى إذا 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 شو اسمه بترجع النص ما يخالف إن شاء الله ما عليه على الله. ودوا الأستاذ ودوا الأستاذ عطني 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 سؤال. بين قارئ القرآن ودارس الفرقان فصلي لربك وانحر. الدارس يقول نزلت في سورة الكوثر والعالم يقول نزلت في سورة الزمر. فصلي لربي بسم الله الرحمن الرحيم فصلي لربك وانحر. الكوثر الكوثر. الحين وصلت الاستاد الحين وصلت الاستاد. عطني المباراه تبي تواصل ولا تنسحب؟ نواصل نواصل واصل ترى بترد 7000 ما يخالف ان شاء الله. في مباراه بين منتخب قطر وسلطنة عمان ضمن كأس الخليج الرابعة واللي جرت عام 1976 زين؟ ايه فيه الآن لقطة لقطة لمنصور مفتاح اللاعب القطري المتميز انجابها جول فوق ال 14000 لك 50000 بس ابشر ان شاء الله ان شاء الله تقدر هل هي جول ولا لا؟ انت تقول لي ابشر اي جول ولا الله. ما يجي جول خلينا نشوف ابشر ان شاء الله خلينا نشوف ها خلينا نشوف ها 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 وقف 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 ها اي جول ولا ما يجي جول؟ جول ان شاء الله جول؟ جول ان شاء الله ايه اخر كلام؟ ان شاء الله روح يا منصور روح جول ها طلعت برا ما عليه ما الحمد لله على كل حال صدق من قوتي ما شفته يقول ولا ما هو بقول والله اللي منصور كان يلعب 7000 ريال سعود مرحبا ابو مسعد هلا يا سعود شلونك الله يعافيك عالف الله يرحم والديك ويطول لي بعمرك من وين تكلمني يا سعود؟ من العقده هاي قول ليش بيقولون الحين؟ وشتو؟ واحد مغرد تغريده يقول في تغريده اليوم ما ادري امس ولا قبل 3 سنين والله ما ادري بس شفته قال اذا تبي تحصل الدانه وتوصل يا تتصل من الخور يا تتصل من الرويس وانت في العقدة طبعا صح؟ انت من الخور من الخور جزء من الخور كون الناس تفهم انا ابي اوصل هالمعلومة سعود هلا روحي بدربك خضر معاك على طول دربنا خضر قال لي اتصل من الخور عطاه ولا اتصل من الرويس عطاش دعوة ما في مسؤولين ما في عالم
من البدع طال عمرك الاستاذ مؤسسة قطر. يلا نروح البدع يا سعود. انا متردد راحت، انا متردد ومستبعد، واذا انت متوكد قول لي. يا سيدي هم وينك؟ علقتني بمرايتي فيها اعيش حكايتي وبعض الحكايا هم ما بأحد يهتم. هاي طبعا غنت الفنان نوال. هل هي شاعرة الشاعرة السعودية هتان؟ يا سلام والله وينك علقتني. شوف من الكلام تقول يا سيدهم يا سيدهم وينك. هي تقول يا سيدهم وينك نعم الشاعرة هتان. يا سيدهم وينك علقتني بمرايتي فيها عيش حكايتي وبعض الحكاية هم ما بحديتك. القصر الأبيض مجلس الشورى. أيوة بس أزرك وانت سالم إن كنت عالم. الربع متجمعين في البراحة أقبل عليهم واحد معروف اسمه خالد بلان وأنا قليل معرفة وإن كنت فاهم عرفة. من هو خالد بلاندي؟ شاعر عدم لاعب لاعب أظن تحكيم لاعب 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 غطري خالد بلان الله يغفر له الله يرحمه إن شاء الله. روح يا ولد العقدة مستشفى حمد والله يبعدك عن المستشفى. وقف وخايل عدل ولا مايل بعد نفس الشخصية. أفضل لاعب في دورة الخليج الأولى عام 1970 هو اللاعب القطري خالد بلان. عدل ولا مايل أفضل لاعب نعم أفضل أي نعم 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 عدل أفضل لاعب نعم كان أفضل لاعب. والدورة بدأت بأربع دول المملكة العربية السعودية البحرين الكويت قطر. آه يا ابن عمي تبي تواصل ولا تنسحب؟ ما وإذا أنا معاك على طول بواصل. أخاف عليك يا سعود. كمل كمل يا سعود خايف عليك. إن شاء الله إن شاء الله واللي فرض شهر الصيام اني خايف عليك. احنا جاهزين لا تحاول لا تخاف معتمد على يبل لا لا ما عليه بس انا خاف انه يجيك خروج عادي نية الخروج اهم شيء سمعنا صوت اطلع لا والله ما طالع اطلع ما طالع على الهواء كسب على الهواء كسب الهو فخ 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 هذا هو من العقدة بعد يتصل ها من العقدة من الخور ها طلع المسار طب تسعد ترى انا متصل ترى انا متصل 260 مرة قل لهم ما تفق مرة عطوني خط ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نشوف تقرير عن استاد الوكرة ونرجع. على بعد 15 كيلو مترا جنوب الدوحة وتحديدا في مدينة الوكرة إحدى أقدم المدن التي صنعت تاريخ هذه الأرض يتم تشييد استاد الوكرة هذا الصرح الرياضي الضخم الذي سيشهد مباريات كأس العالم 2022. وإضافة إلى التصميم الهندسي المميز للمعمارية العراقية المبدعة زها حديد والمستوحى من المراكب الشراعية التقليدية يعبر استاد الوكرة عن روح التطور والابتكار ويتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة إذ سيتسع لأربعين ألف مشجع من كل أنحاء العالم خلال المونديال المبهر. أما بعد انتهاء المونديال فسيتم خفض طاقته الاستيعابية لعشرين ألف مشجع. استاد الوكرة الذي انطلقت أعمال تشييده في سبتمبر من العام 2016 تم الانتهاء حالياً من مراحل متقدمة فيه
وسيصبح جاهزاً لإثارة حماسة عشاق كرة القدم في العام 2018. شكرا لفريق عمل برنامج اليوان. أوجه تحية لمصمم الإضاءة بير أبو جودة، ومدير الاستوديو رواد خوري. تقبرني. وطبعا أهني حقيقة المبدع القطري علي بن طوار الكواري، مقدم على خط الرحالة حقيقة من البرامج المتميزة اللي انطلق بها تلفزيون قطر هذا العام في رمضان، برنامج الأصداء عليه جميلة جدا جدا جدا. تستاهل يا ابن طوار، تستاهل. وتحية أيضا للمخرج وليد إمام، مخرج مقدمة برنامج الليوان. فاطمة من الكويت، لا عاد من الكويت بتفوز من الكويت إن شاء الله. بتفوز فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وانتم بخير. يا لا يكون تكلميني مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. كنت تكلميني من المباركية؟ لا والله مو من المباركية. من وين؟ من الدعية. يا شو اسم أغنية سلموا لي شلون صاحبي في الدعية؟ أبي ما تذكرها، أبي ما تذكر الأغنية غنتي عايش المرط الله يغفر لها، سامرية كنها. يلا تفضل يا فاطمة، عطني ناخذ المسار طول الله عمرك، المسار من سوق واقف إلى استاد خليفة الدولي. سوق واقف عندكم في الكويت بعد؟ عندكم سوق واقف صح؟ اي نعم موجود. موجود عندكم، موجود في البحرين أيضا. لاعب وتاعب، مغلوب وغالب، اطلق على فيروز مسمى جارة الحارة، عدل ولا مو عدل؟ ها فيروز يسمونها المطربة، فيروز يسمونها فاطمة. ساعدني. جارة الوادي، يا جارة الوادي طربت وعادني، جارة الوادي. عطوها جارة عطوها غالب، عطوها غالب. يلا يا فاطمة. مشيرب طبعا هذه من مدينة حديثة راغية جدا جدا، فيها فنادق، فيها مولات، فيها مسارات. هذه المحطة اللي جوابي صحيح ولا به شطط؟ صلحي لي إن كان بغلط. متى انشئ مركز اريد للتوعيه بالسرطان؟ 2017 ولا 2014؟ وهذا طبعا ساعدتوها ولا انا بساعدها؟ ما عندي مشكله. ها 14 ولا 17؟ الو فاطمه اسمعك. 14 ولا 17؟ بس عاد فاطمه عقب عاد سامحيني، عقب سامحيني الله يطول. ان شاء الله. فريج بن محمود، محطة فريج بن محمود. نشوف السؤال. ذهابي الليل، عاد هاي تعرفونها انتو هاي. خلينا ان شاء الله خلينا نشوف الذهابي الليل ايش فيه. شنو امس شنو؟ اي عقب بسأل كان سؤال جواب. امس الاربعاء واول امس، اول امس الثلاثاء وباجر ها اي ها شنو الجمعة؟ تاريخ شنو بشهر اللي 14 بشهر. صدقك عرفت الله يطول عمرك يا كثر ما تنسى.
يا كثر ما عرفتي المسلسل؟ اي شنو؟ الأقدار. أقدار كملي تواصلي ولا بتنسحبين؟ لا إن شاء الله. أنت إيش رأيك؟ والله رأي رايش طول الله عمرك، رأي رايش. تبي تكملين كم؟ تبي تنسحبين؟ أنت أنا أبي رأي. رأي الهوى شنو اليوم؟ الهوى اليوم شنو هو؟ إيش عليكم في الكويت الهوى؟ شوية غبار. إيه. وأنا خايف من هذه. أنا خايف من الغبار. آه. يعني ما فيها أنا أقول لك خايف. أنا خايف. كيفك؟ ها؟ آه. يعني ما فيها دانة؟ أقول لك أنا أقول لك خايف. أنا خايف، ما أدري فيه دانة ما فيه دانة، ما أدري والله، والله ما أدري، بس أنا قلبي قارصني. يلا خلاص توكل على الله. الله يحيي. يعطيك العافية. أعطونا فاصل إعلاني. شكرا ايضا مره اخرى لمول قطر على هذه الخدمه المتميزه لبرنامج الليوان، وانتظروا ايضا المفاجآت من قطر مول خلال الايام القادمه، لان فعلا قدم خدمه كبيره لبرنامج الليوان من خلال شاشات كبيره في هذا المول الكبير. شكرا، شكرا للاداره. من؟ خلود من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام خلود، شلونك؟ الحمد لله بخير، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك. من وين تكلمين من الدوحة؟ من العسيري. تريد العسيري؟
احمد أيوة. العسيري الله يمسيك بالخير. مسيك بالنور ان شاء الله. يلا يا خلود بعد هاي ربيعنا العسيري بعد ما نقدر نقول شيء. خط الاخضر من القصر الابيض مجلس الشورى الحالي للاستاذ الريان. روحي وين الصوت هيا بنا الى 22 نوخ الفكر وطابق يوارج ولا ما يوارج دمت المحامل وسط الجريان يوارج ولا ما يوارج المحامل محامل البحر كلها دمت في الجريان اغرقت في الجريان ما يوارج ما يوارج يعدلها شوي بعد يمكن يوارج بعد مستشفى حمد والله يشفيك المريض خلينا نشوف مستشفى حمد ايش فيه تكفون يا عرافه المعنى وخلافه الماي سقي وخلاف سقي شو نقول مد والبحر الحين البحر مد شو نقول العكس سبر سبر كاملي خلود معلوماتك ممتازة المسيلة بين المتنبي وشوقي جدال من غائل هذا البيت مربط السؤال سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا يلا هذا اكتشفنا لكم مذيعي بعد المتنبي يقول حق نزار غباني شاعر المرأة و شوقي يقول لا يقول حق عبد الرحيم محمود المناضل الفلسطيني أحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردى فإما حياة تسر يلا 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 عبد الرحيم محمود عبد الرحيم محمود اللعبة الريان العتيج الريان القديم شوف السؤال المحطة بابا 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 خلود وصلتي مكتبة غطر الوطنية حولي في المحطة اشتري لك كم كتاب لين نشوف التقرير حولي المحطة خلي نشوف التقرير عن هذه المنطقة أهلا بكم في محطة مكتبة قطر الوطنية هنا محطة تحفل بالتعليم والمعرفة فقربها سيقام قريبا بناء يختزل تعلق أهل هذه الأرض بالعلم والتعلم مكتبة قطر الوطنية عنوان العلم والنور ورحلتنا القديمة نحو عالم القراءة والكتابة التي بدأت من الكتاب هذه المحطة في المستقبل إن شاء الله نشوف السؤال ناكس ومنكوس المثل عدل ولا معكوس كل حب يظهر على بذرة اي عدل عدل بالله عدل كل حب يظهر على بذرة لكن والله يعني ممكن احط جوافه تطلع رمانه يصير لو زرعت مثلا خوخه تظهر رمانه يا ما يصير يعني الارنب ما تجيب فار يعني لا المدينه التعليميه المدينه تبي تكملي ولا تسحبين خلود ما ادري ايش رايك انت الحين وصلتي 12000 تبين تغامرين غامري اذا عندك اذا عندك شجاعه غامري خلاص بغامر يلا توكلنا على الله لان باقي لك محطه بتوصلين توكلنا على الله ايه ما دام وصلتي هني حسن والاديب واحد يخطي والثاني يصيب اقول له
هاجر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة؟ يقول لا، هاجر من مكة إلى المدينة. الأديب، أنت مع حسن ولا مع الأديب؟ حسن. حسن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع الأديب. الأديب صادني، صادني الأديب. ها الحين أنت وصلتي الأستاذ معاي؟ أيوة معك. زين، الحين في الأستاذ في مباراة. أوكي في مباراة. أوكي زين، في مباراة بين، وين المباراة؟ وين المباراة؟ المباراة وينها؟ من اللي بيلعب بعد؟ اعطوني اللي بيلعب، اعطوني الفريق اللي بيلعب، الفريق اللي بيلعب. واني من الفريق اللي بيلعب؟ خلينا نشوف اللي على الشاشة. هاي المنتخب القطري. وقف وقف وقف. خمني، جول ولا مو بجول؟ إذا تخمينك صح تاخذين 50,000. جول ولا مو بجول؟ بسرعة. جول. جول. روح روح ان شاء الله. جول 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 جول. 50,000. خمس رواد. عطني عطني. وشلون يا طيب عطاير؟ وشلون عطاير؟ وشلون حط؟ مبروك وفزتي ب 64,000 يا خلود. قلت لي من اي فريج؟ العسيري. تستاهلون يا فريج العسيري. 64,000 ريال. ألف مبروك. ايش عندنا به؟ عبد الله. الو. هلا يا عبد الله. مرحبا بمثالي. شلونك طال عمرك عبد الله؟ من وين يا عبد الله؟ والله من الدفنة. هيا الله على الدفنة. نبدا المسار. هيا ننطلق. وين كلمة هيا ننطلق يا زينة؟ وين هيا ننطلق؟ من نطلع من سوق واقف الأستاذ خليفة الدولي. هيا ننطلق نحو مونديال 2022. سوق واقف. تميرت من سوق واقف. بين عالم القرآن ودارس الفرقان. لا يكلف، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدارس يقول نزلت في سورة البقرة، والعالم يقول نزلت في سورة النساء. الله الله فينا يا ابو مسعل. ها هذه الآية. الله يوفق. هاي الآية في آخر سورة ال، عطوا البقرة، عطوا البقرة ما دام انه تو متصل. الله يرحم والديك. ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا اصلا كما حملت على الذين من قبلنا. مشيلب علي السادس. علي السادس انا متردد ومستبعد، وانت الحكم ان كنت متاكد. قصت جدايلها ودريت. البارحه جاني خبر، قالوا لبست خاتم عقيق وتقرا لها كتاب عتيق، كتاب واظنه شعر. هل شاعرنا يعني، هل اكيد ان شاعرها الامير البدر، بدر بن عبد المحسن؟ غناها طلال مداح. قصت جدايل ودريت البارحه جاني البارحه. يلا متاكد؟ متاكد. بدر بن عبد المحسن طبعا طبعا. مهندس الكلمة فريج بن محمود.
بس ازرك وانت سالم ان كنت عالم. الربع على يال البحر قاعدين، اقبل عليهم واحد معروف اسمه خالد بن علي الخليفي، وانا قليل معرفه، وان كان تعرفه عرفني عليه بس لحد يسمعني قاعد. خالد بن علي الخليفي واحد من شخصيات المشهورة. يلا يبا عرفه. ها ملغوص لأن السؤال بسيط. أيوة ايش قلت؟ ملغوص سديال البحر. نعم واحد من السرادلة المشهورين في قطر، والسردال هو أمير الغوص، هو اللي يعلم بداية الغوص ونهاية الغوص. وصلنا السد المجوهرات المفتاح. وقف وخايل عدل ولا مايل، أقيمة الدورة السابعة لكأس الخليج عام 1984 في سلطنة عمان. مايل. لا عطل. عدل ولا مايل؟ عدل ولا مايل؟ عدل. عدل إن شاء الله. تواصل ولا تنسحب؟ الرأي رأيك عادل. أواصل إن شاء الله. روح. جبت الدانة. هذه دانة الخليفات. سردالهم اللي قبل شوي سألتك عن هذا واحدة من داناته، خالد بن علي الخليفي. خالد بن علي الخليفي. تكمل إن شاء الله. شوف أنت بتواصل، عشرينك بتملك. زين إن شاء الله. روح. لاعب وتاعب، مغلوب وغالب. العراق قبل أن تكون جمهورية كانت نظامها ملكي. غالب. غالب. تواصل ولا تنسحب؟ أواصل إن شاء الله. أنا أقول لك ما أدري، أنا أقول لك ما أدري. تبي تواصل واصل، تبي تنسحب انسحب. أنا ما أدري إيش اللي قدامك الآن، أنا ما أدري إيش اللي قدامك. بتغامر بتغامر غامر، ما عندي مشكلة أنا. توكل على الله يا أبو مسعد. حمل من الدواليب، خلينا نشوف. ما أدري، خلينا نشوف الدواليب. جوابي صحيح ولا بشطط؟ علمني إن كان غلط. كم عدد ركائز رؤية دولة قطر ل 2030؟ خمسة ولا أربعة؟ خمسة ولا أربعة؟ خمسة إن شاء الله. خمسة يقول. خطأ، أربعة. أربعة. خلاص انتهى موضوعه وطلع من المسابقة قبل لا يوصل أستاذ خليفة الدولي. السحب سوشيال ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة العليا للمشاريع والإرث 2000 ريال. شهد عبد السلام الفارس
شهد عبد السلام الفارس، هذا شهد خلصنا منها. أريد موعدين بمفاجأة للحماية المفاجأة. أمينة السيد الهادي محمد، أمينة السيد الهادي محمد من أريد 2000 ريال. وطبعا حبيبتنا والراعي الرسمي لبرنامج الليوان هذا العام الريل 2000 ريال علي محمد علي، هذا ثالث واحد. ها السادة بتغبقني ليلي يبا في ذمتك تبولة حوة تبولة حوة وكبة فقع واللي قبلها شنهي وبعد ولا لا الأكل الدسمة مضروبتي راوة ولقيت لي راوة مثل الجهم مضروب سجن صاجن مضروبتي راوة وتبولة حوة كبة فقع والله عليكم فناتك يا السادة انتو والله عليكم فناتك والله العظيم ان عليكم فناتك حطها خلي نشوفها مدام في المخبز جديد باكر اكيد بنلتقي تصبحون على خير